مشاهدين لسه مستمرين مع حضراتكم في استعراض أهم الأخبار امبارح، وطبعا مكملين في زيارة رئيس الوزراء لكفر الشيخ. كانت زيارة حقيقة غنية جدا. استعرض أمس كمان دكتور مصطفى مدبولي وتفقد كلية الذكاء الاصطناعي، واستعرض الروبوتات اللي بتضمها. كمان عمل الدكتور مدبولي جولة في أقسام كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، وسمع شرح من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أهمية إنشاء الكلية المتخصصة. النهاردة الحقيقة أنا بشرف بصحبة زملائي والسادة الوزراء في محافظة كفر الشيخ، طبعا بصحبة السيد المحافظ. والحقيقة يمكن النهاردة احنا التركيز شديد على يعني متابعة مشروعات كثيرة جدا كلها هدفها هو خدمة المواطن المصري. يمكن بدأنا بجامعة كفر الشيخ اللي بتعتبر من أحدث الجامعات على مستوى الجمهورية، والحقيقة كمان الإضافة اللي فيها أن هناك العديد من الكليات الحديثة اللي بتتواكب مع كل العلوم والتقنيات الحديثة زي كلية النانو تكنولوجي. عندنا هنا كلية من أهم الكليات الخاصة بالمصايد والمزارع السمكية. الحقيقة كلها كليات نوعية بتخدم طبيعة المحافظة وبتخدم الاحتياج الفعلي لسوق العمل المصري، ودي يمكن الهدف ان احنا نبدأ يبقى كل تركيزنا الفترة الجاية على الكليات فعلا اللي هي بتخدم سوق العمل، مش ان احنا مجرد نخرج شباب يبقى النهاردة ما في علوم او يعني تخصصات مش محتاجينها، وده التركيز بتاعنا في موضوع الجامعات.